مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كاميرا كاشي ديالنا. الفيكتيم تاعنا تنها اليوم لاعب اتحاد بسكرة هشام العقبي ولا معروف به بلوطة. هشام العقبي استقبلته زاهدة اللي كملت على الفنانين ودوكا دارت الجوار. ما تديش المعلومة المعلومة في دراسة ويدخلت غادي سيزيون. ماشي هشام توما لا ماشي هشام ماشي هشام ماشي خدمتك تدخل بلا إذن. هذا طبيب هذا هو محضر. هذه كانت غير في لافا مي يبدأ هكذا. ما درت والو كيما ما درت والو والله ما درت. خاطيني شي خاطيني شراب خاطيني دخان خاطيني شيرة خاطيني انا والله انسان متعامل يا طبيب. انا عندي بني انا نحب نفرح يما. خلاص يا ديالك مرتي يا انا زيد يا شفتي وجه ربي خلاص يا سيدي انا وكان يوم طبيب راهي عندي راهي عندك هما هذوك الدراري اللي راني خدم عليهم ويما وعندي واحد اونديكاب يا خو. خلاص ماشي تعبدي هذا خلاص انسي هذا انسي خلاص وكان تبكي فينا ويا رب العالمين خلاص. هذه جديده راكو ديروا في لي كونترول هادو؟ ما قديمه المشكل دوك حتى كيفاش حبسها باش ما نطولوش باش احنا فطرنا اليوم دوك ما يبيش كيفاش نسيبو ما خبيش عليك. ها وبدا الصح انا نحتم عليا باش باش يكون صومبيتي. أنا نحب نقول باش يكون صومبيتي. وأنا باش نهلك قرية في واحد ما نقدرش. ونحن نربح. كلام صواب. أه باسكو نكتب بوزيتيف. تو واحد خدام على عائلة. يعطيك الصحة نكتب لك بوزيتيف 4 سنين. والله 4 سنين. آه يا طبيب الدم حبسه. لا قول استحوذ بس نسنا باقي. يا هشام مازال غير القدام هادي غير البدايه. او اسمع صافا شمشي شمشي صافا صافا لا مليح راكم مليح سمعني كاين صافا طبيعي صافا كاين يخدم على مواليد كاين فهمت دي بابا ميت عندي يما وعندي نخدم على 7 طبيب. يا طبيب شحال تعرف التورني؟ هلا الله يا طبيب خلاص احكي لي ها يا اقلبوها صاحبك يا خلاص وكان تبكي فينا يا هو كيفاش نديرو؟ طبيب راهي عندي راهي عندي هما هذوك الدراري اللي راني خدم عليهم ويما وعندي واحد اونديكاب يا خو. يا وهذوك عندهم واش يشبهوا عليك ضحك؟ مي مشكل انا مانيش انا مانيش باش ندير. شفتي وجه ربي سبحان الله خلاص سيدي انا ولا ما يدير هكا بصح انت تلحق روحك ربي قال لك ربي. ما درت والو كيفاش ما درت والو؟ والله ما درت خاطيني شي خاطيني شراب خاطيني دخان خاطيني شيرة خاطيني انا والله انسان متعامل يا طبيب. انا 4 سنين نقبلها لك. لا طبيب انا لا خلاص نحيت لي كارير خلاص سي بون. انا عندي بني انا نحب نفرح يما. خلاص يا ديالي علاش تمرض فيا؟ علاش دير لي هكا؟ مدام سيبي لي الحل حبيبك سيبي لي الحل. مشكلة دوك انا كيفاش قلت راهي تكي الدنيا قسم لي قلبي. بوزيتيف ريزولتات ياو واش نفهم اه وقيل فرات اللي ساعدك تبيع اللي ساعدك ندير اللي ساعدك لا جوج الناس ما تبيع من الاخر تبيع درت عمر انا انا عندي زويت شنو دي زويت كاش واحد حاب تديها معاه نديرها صداقه ما نقصدكش نير بصح مانيش حاب مالي شوف لي واحد ندير من عائلتك نديها ندير لواحد مرة ان شاء الله صدق علي تحب نعطيهم لك دراهم تحب تجيبهم لك تحب كدا تحب تجيب لك البيت تحب كدا تاع انا ندينا يا بابا شوف باب ربي بصح بس معاك مالي شوف كاش واحد زوالي ولا الخط تاعنا حبات روح عندك حبات روح عمرها خلاص خليني بيناتنا ونلقى راسي لله.
شفنا اللي جوار قلبت في مليون بصح عندهم تك ربي العالمين بعضهم تك الله على هذه ربيع معليش نقول شوف ربي سبحانه اسمح لي ربي هذا وش بالخير الجورناليست وش جابهم ضك تمتم القلال الحال انا غير سيب واحد لا غير سيب واحد جدرو لا لا اخويا انا فهميتي انا طبيب انا خاطيني لا جيتش ندير الدور هذا انت اسلام ريح ريح المهم انا طبيب انا نروح يتسلم علي خالتي خالتي راهي تسلم عليك لا لا اختي لا مش انا راضي حبس حبس عودة لا لا اختي لا مش انا راضي كيف جيت جوز ولا لا لا ما جوش لا ما نعطيك ديكلاراسيون والو انا فهميتي هذا الله يهديك هذول عباك شكون هذا عباك شكون هذا لا بالكاميرا ليش خويا متكاميرا ليش صح اختي مكسره الكاميرا فهميتك ايش مكسره كيف يا خويا كيف تكسر اسلام بيناتنا اخويا لا من حبيبك حبيبك صاحبي قاعد اسمع كي عاد حبيبك مانا عم دوبي هو ها التحدي نتاع الايجابيه كلش ايجابيه كلش نقول لك بالرقي فيها تواقي حاسب من جد حبيبي اذا كان تحديدي انا ما خافكش لان تحبيبو ترى هي حتى تصور لك باش ما تصور الطبيعه والعصافير لا لا إسلام العاجل لا لا راك حبو يتهول ويخلطها ولا كيف ماشي انا جوا خويا ماشي خدمتك تدخل بلا اذن هذا طبيب هذا محترم انا تحب نقرعك ندخل فيك ندخل في دابور اخرج ندخل فيك يا هشام احنا نحبك ونعزوك وبينت لنا باللي انت فيري وليد فاميليا هم اصل احنا نقولوا لك اسمح لنا حبينا قلقوك برك شويه هشام لا خويا نوض نشكر طاقم النهار منهم خويا اسلام كاميرامان انا نقولها لك ونعاودها لك اسمح لي خويا وصحه رمضانكم وان شاء الله نجوزوه بالهنا ان شاء الله ومازال عقبال الجايه ان شاء الله مازال لي جوار ان شاء الله يزيدوا ان شاء الله على بالي بلي حيزيدوا يسرعوا لهنايا على بالي يوم ما يحكمنا هشام عقبيل افتتاحك بسكره ما تنساوش معنا غدوه في نفس القناه وفي نفس الموعد نشوفوا ضحيه جديده ولاعب جديد بالبطوله الوطنيه سلام.